السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معانا النهاردة. النهاردة هنتكلم عن موبايل جديد قوي جدا موجه للألعاب من شركة أوبو. الموبايل ده موبايل قوي جدا، لسه بتعلن عنه امبارح. وشركة أوبو بقالها فترة كبيرة جدا ما بتنزلش معالجات قوية، لا النهاردة جايب معالج قوي جدا، معالج من ميديا تك دايموند سيتي 1200، وهو أقوى معالج من معالجات الميديا تك. يعني معالج قوي وسوفت وير بتاعها سوفت وير سلس وسوفت وير ممتاز، مع كاميرا قويه، مع شحن سريع، مع شاشه قويه جدا سوبر املوت، يعني حاجه رائعه جدا. موبايل مكتمل الى حد ما، يعني الموبايل ده هيكون قوي جدا وموبايل هيكون خيار ممتاز جدا. فتابع معايا الفيديو للنهايه، هوضع لك كل حاجه عن الموبايل ده، المواصفات بتاعته والامكانيات بتاعه الموبايل ده. ولو لسه ما اشتركتش معانا في القناه انزل دلوقتي واشترك واعمل لايك للفيديو، ويلا بينا نبدا شرح النهارده. وتعالى نبدا بشاشه الموبايل ده، جايه بشاشه قويه جدا. حجم الشاشه 6.43 بوصه بدقه فو اتش دي بتردد 90 هرتز من نوع سوبر املود، يعني شاشه قويه جدا، الوان رائعه مع سطوع قوي بيوصل ل 750 نتس، وتقدر تشوف الشاشه تحت اشعه الشمس بكل وضوح. وعندك الموبايل ده جاي بمعالج قوي جدا من ميديا تك دايموند سيتي 1200 5G، معالج قوي جدا من ميديا تك، اقوى معالجات دايموند سيتي، وبيدعم ال 5G. والمعالج ده قوي جدا في الالعاب، يعني تقدر تشغل كل الالعاب على الالترا وفريمات تصل ل 80 فريم في الثانيه. واعلى كمان، والموبايل ده نازل بنسختين، الاولى 128 جيجا بايت مع 8 جيجا بايت رامات، والثانيه 256 جيجا بايت مع 12 جيجا بايت رامات، يعني رامات عاليه جدا ومساحه قويه جدا، وكمان بسعر كويس جدا مع المعالج القوي ده. وملحوظه، معالج دايموند سيتي 1200 مش بيسخن، وعندك شاشه سوبر املوت 90 هرتز مع كاميرا رائعه جدا اللي هي الاساسيه 64 ميجا بكسل، والثانيه 8 ميجا بكسل واسعه، والثالثه 2 ميجا بكسل ماكرو، وبيصور لدقه 4K. يعني مع معالج قوي هيكون عندك جوده تصوير رائعه جدا مع تثبيت قوي جدا في معالجه الصور، وعندك كاميرا الاماميه هنا 16 ميجا بكسل بتصور لدقه 1080. يعني انت دلوقتي معاك تجربه تصوير رائعه جدا من شركه اوبو. شركه اوبو مشهوره من زمان على التصوير بتاعها، تصوير قوي جدا، حتى اي واحد بيشتري موبايل من اوبو بيفكر ان في التصوير بتاع الموبايل ده. ولكن لو انت عايز ارقام عاليه في التصوير وكاميرا اعلى كمان، بس تكون تتحرك من فئه 7000 ونص الى 8000 جنيه، هيكون معاك موبايل شاومي 11 تي. الموبايل ده هيكون موبايل رائع جدا، وتصوير كاميرا 108 ميجا بكسل، يعني حاجه رائعه جدا. ولكن السوفت وير بتاع اوبو سوفت وير قوي جدا، وتسعير الموبايل ده تسعيره هادي شويه كمان عن الموبايل اللي فات، هنقوله كمان شويه، تسعيره ممتاز جدا. وكنا عاملين للشاومي 11 تي مراجعه على القناه من يوم او يومين فاتوا، لسه اخر فيديو نزل على القناه، هسيبه لك في علامه اللايك لتظهرك على الشاشه دي، او هنا او هنا او في صندوق الوصف تحت. عندك هنا في الجهاز ده الصوت بتاعه عادي مش ستيريو، والموبايل ده هو الاوبو كي 9 برو، والموبايل ده نازل بسعر ما يعادل 5000 جنيه مصري مع النسخه ال 128 جيجا بايت و 8 جيجا بايت رامات. يعني عندك موبايل رائع جدا ليه؟ علشان عندك معالج قوي جدا هنا، شاشه سوبر املوت 90 هرتز، وكاميرا رائعه جدا 64 ميجا بكسل، كل ده مع سوفت وير اوبو الرائع جدا في معالجه الصور. بس العيب الوحيد هنا في الجهاز ده هو الصوت بتاعه، لو كان الصوت بتاعه كان ستيريو كان هيكون خيار رائع جدا ومكتمل في الفئه الاقتصاديه، وكان هيكون مكتمل في فئه ال 5000 جنيه. دلوقتي اوبو بقت بتنافس من جديد بعد ما كانت بتنزل موبايلاته وخلاص، زي سلسله الرينو تقريبا كانت كلها شبه بعض، من سلسله الرينو 3 او الرينو 2 كمان لغايه الرينو 6، كلها موبايلات شبه بعض، معالج هو بنفس المعالج اللي هو معالج سناب دراجون 720 جي، يعني مفيش تغيير خالص في الموبايلات. ولكن عندك هنا في الموبايل ده اوبو لسه ماسكه على نفس التصميم، هو التصميم المستفز بتاعها مع شكل كاميرات سلسله الرينو اللي لسه ما اتغيرش كمان، وعندك نفس التصميم اللي هو الشكل مصنفر من ورا كده، الجهاز من بلاستيك مصنفر، نفس التصميم بتاع سلسله الرينو خالص ما اتغيرش منه اي حاجه. ولكن الموبايل ده فيه معالج قوي جدا من سلسله الرينو، وعندك البطاريه في الموبايل ده وهي 4500 ملي امبير، هي بطاريه ضعيفه ولكن مع شحن 65 واط بيشحن في وقت 45 دقيقه 100%، يعني موبايل يقدر ينافس موبايلات شاومي. وعندك ال 65 واط هنا غطى على حجم البطاريه اللي هي 4500 ملي امبير، يعني المفروض كانت مش اقل من 5000 ملي امبير 6000 ملي امبير، ولكن هنا في المعالج ده مع الشحن ده مثلا لو قلنا 65 واط كان المفروض يبقى 5000 ملي امبير ما يقلش على كده. ولكن يعني خيار رائع جدا ان هم حطوا 65 واط، يعني ما كانش المفروض يحطوا اقل من كده، ولكن دي حاجه رائعه جدا ودي حاجه تشكر عليها اوبو. الموبايل ده لو نزل في حدود ال 5000 الى 6000 جنيه هيكون خيار رائع جدا، وهيكون موبايل ممتاز جدا، لان المعالج بتاعه معالج قوي جدا، واول مره اوبو تعملها وتجيب معالج قوي بالطريقه دي. كانت لو المعالج اوبو على طول سناب دراجون 720 جي اللي كانت اوبو على طول منزلاه. وعندك الجهاز ده جاي بكل المستشارات، والبصمه بتاعته جايه بتاعت الشاشه، ولكن لو كان على زر باور كان هيبقى خيار رائع جدا. ولكن عندك المعالج اللي هو دايموند سيتي 1200، معالج قوي جدا يقدر يدعم لك البصمه اللي بتاعت الشاشه ويخليها سريعه جدا، فمعالج قوي جدا، معالج من ميديا تك دايموند سيتي 1200، دي معالج قوي جدا بيدي لك استشارات قويه وبيدي لك سنسور في الاداء، سنسور قوي ومعالج ما بيسخنش زي السناب دراجون 380. والموبايل ده المفروض اتعلن عنه امبارح في شرق اسيا، والموبايل ده اتعلن عنه في كوريا في حدود ال 5800 جنيه، يعني في الحدود ديت، يعني موبايل رائع جدا لو نزل حتى من 5000 ل 6000 جنيه بالامكانيات الخرافيه ديت هيبقى موبايل ممتاز جدا. يعني عندك الشاومي 11 دي اللي احنا عاملين له مراجعه نازل في حدود اللي هو 7000 ل 8000 جنيه،
يعني وده نازل من 5 ل 6، يعني هيبقى خيار رائع جدا. كل المختلف عن ده عن ده ان هناك في الشاومي 11 تي الكاميرا 108 ميجا بكسل، اما هنا الكاميرا 64 ميجا بكسل، وهناك مختلف ان الصوت السيريو اما هنا الصوت عادي. دي كل الاختلافات بين الموبايلين، بس اما الموبايلات اتنعمة نفس الاختلافات ونفس كل حاجه موجوده، ولكن كمان في اختلاف بسيط هناك اللي هو ال 120 هرتز اما هنا 90، فالاختلاف في تردد الشاشه اما كل حاجه موجوده عندك في ال 11 تي. شاشه اقوى كمان من الشاشه ديت يعني، ولكن مع كما معروف من اوبو موبايلاتها رائعه وموبايلاتها ممتازه جدا، تقدر تعمل لك كل حاجه. واتمنى ان يكون الفيديو عجبكم، دي كل حاجه معانا النهارده. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك لان ده بيفرق معانا جدا، واشترك معانا في القناه علشان تشوف كل جديد على القناه وتتابع كل حاجه، ولو عايز اي حاجه سيب لنا في الكومنت تحت، ولو عايز اي فيديو نشرح لك اي موبايل نرشحه لك فيها سيبه لنا في الكومنت، وان شاء الله ارد عليكم كلكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.